السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا. احنا في مزرعة البشمهندس راشد العصيمي ابو الوليد، نشوف اصناف التمور الموجودة ما شاء الله. منطقة الزلفي محافظة الزلفي فيها اصناف كثيرة للتمور ما شاء الله. نشوف الأصناف في منطقة الزلفي كثيرة ومتنوعة. أيضا لو نلاحظ الأحجام الرواف هذه عمبكة، شفت قريبة من المجدول. هذه بعد السكري ولا شيء؟ هذه اللامعة، هذه لأبو زاهرة المعة. هذه هنا النصاب، هذه النصاب ما شاء الله. شوف لان هذا تحول الثلالي جمدت قلت صارت كذا ما شاء الله. ما شاء الله المواصفات شيء اصناف كثيره متنوعه واحجام جامب متوسط صغير دائري طويل، يعني ما شاء الله جميع هذه مجدولة. سلطانة ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله نعمة نعمة، اللهم لك الحمد. والله يا أبوي كان حتي علي أي. يعني شيء يقول ولدي ناشر النعمة لي كان كلنا ما فكرنا ما نفكر بها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله يجعلنا وياكم من الشاكرين. اللهم امين اللهم امين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طبعا هذا كله من انتاج المزارع اللي هنا في الزلفي فقط، يعني الاهالي مجتمعين ويعرضون ما لديهم من منتجات، وأيضا ليس كل ما لديهم، هذا بعض من كل. ما شاء الله شايفين هذه جميلة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوفون الأحجام Thank you.
ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر. ما شاء الله أحجام كبيرة جدا. أيضا يعني وقت المناسبات لما تحضر تعتبر نوع ما من الفاكهة، هذا التنوع الموجود كلها في صحن واحد كرامة لهذا الضيف. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك للجميع وينفعنا بهذا وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. معنا البشمهندس راشد العصيمي، كبير الأخصائيين الزراعيين بمحافظة الزلفي. مساك الله بالخير أبو الوليد. هلا والله، حياك الله. شلونك؟ عساك طيب؟ خير، أبشرك الله يحفظك ويسلمك. أولا أبو وليد أكرمكم الله على هذه الضيافة الجميلة، وأيضا ما شاء الله شفنا عندكم هذه الأصناف المباركة المتعددة. هذا مجهود المزارعين ما شاء الله، تعاون المزارعين على أساس عرض الأصناف جيدة، على أساس يوضحون ما وصلوا إليه من يعني تميز في الإنتاج، في إنتاج التمور لجميع الأصناف. طيب أبو الوليد الله يحفظك، الآن ما شاء الله محافظة الزلفي فيها أصناف متعددة أكثر ربما من بقية المناطق، أسباب التعدد هذا يا أبو الوليد، تعدد الأصناف ليش متعددة عندكم؟ معروف أن الزلفي أصحاب الحيازات صغيرة، والحيازات الصغيرة مثلا 50 درهم 100 درهم مو هدفهم تجاري إلى كل حد، فيضطرون أنهم مثلا أو يهتمون بما يزرعونه من أصناف نادرة. إذا مثلا صلاح واحد قدم منهم عدة أصناف، فذلك يأخذون من الصنف وش هالصنف ويعني مثل تقول يتميز ويقومون ويزرعونه، وإذا يزرع وإذا يزرع ما يقدم. المناطق الثانية تقدم كما حصيل من خلاص سكري ويتميزون به، لكن بالنسبة لي لما يعزوهم أحد ويستضيفون أحد يقدم لهم من الأصناف، فصاروا يقول وش هالصنف يأخذونه ويكاثرونه. وأنا حقيقة لا أرشح أن الشخص يتوسع مثل هذه الأصناف، لكن يجعلها كفاكية. اللي عنده الصراحة يزرع 50 نخلة يخليها منها 10 نخلات، والباقي كمحاصيل خلاص سكري صزعي مجدول، هذه كمحصول، والباقي كعشر بالمئة أو 15% يعملها كفاكية، يعني بحكم إن مثلا صغر الحيازات. طيب أبو الوليد الله يحفظك، يعني هذا اللقاء الثامن. هذا اللقاء الثامن. نعم. في عدة مناطق. نعم. اللقاء التاسع وين يا أبو الوليد؟ والله إلى الآن ما بعد حتى يعني اختياري، يمكن إحنا بجروب، جروب المزارعين المهتمين بتاج النخيل، يمكن بعد شهرين ثلاثة ينبري واحد منهم يقول سيروا عليه، مثل أنا ما مريت بعد ما رفع الغمة على الأمة ولله الحمد، وقلنا تعالوا عندنا، استجابوا كلهم شو وتعطشوا من الساعة 10 إلى الساعة 3، والآن هم ما زالوا جالسين يتناقشون للوصول إلى يعني منتج جيد. وركزنا في هذا الاجتماع
لخدمة النخيل ما بعد الحصاد. لأن إحنا الآن في الحصاد، فالمزارعين الآن يركزون على هذه الناحية من حيث الرش، من حيث التسميد، من حيث الري، لأنها الوقت مهم جدا، لأنه هو اللي مؤشر بإعطاء كمية من الغريض على النخلة. يعني الاعتناء بالنخلة من الصرام هو المحدد الرئيسي، كما ذكرت أنت أيضا في كلامك، إنه محدد لعدد الغريض وكمية الغريض وجودة الغريض. لكن إذا أهملت في البداية فلن يحصل، ستعوم النخلة ولن تحصل على غريض بالعدد المطلوب. وذلك يعني جعلنا هالمحاضرة لتنبيه المزارعين، كل واحد من هؤلاء اللي حضروا حوالي 30-40 يكون سفراء لجيرانهم من المزارعين، كل واحد سفير العشرة أو 20، يكون 30 إذا معناها نضربها بعشرة أو 20 سفيرة، أنهم نقلوا هالتجارب إلى 600 مزارع و600 يقلوا إلى 600 أخرى وهكذا، أساس أن نرفع المزارع أساس أن من التعريف إلى التحريف، يكون يكتسب الزراعة حرفة ويعطيها جميع المستلزمات بأقل التكاليف، ونحصل على تمور في النهاية مميزة ويعني نقول مربحة بأقل التكاليف. هذا اللي أنا حاولت من خلال هذا الاجتماع ومن نتائج هذا الاجتماع أتمنى أن يكون ما ذكرت بإذن الله. طيب أبو الوليد الله يحفظك، احنا في ما شاء الله الندوة هذه والأمسية المباركة اللي حضرنا مع الإخوة الكرام، ما شاء الله كلهم مهتمين في جانب النخيل ورعاية النخيل، لكن الآن الناس تستمع وترى هذا اللقاء، وإحنا الآن في موسم الجداد ولا يا أبو؟ نعم في موسم الصرام. الصرام، طيب إيش تقول للناس في هالموسم؟ ماذا يصنعون؟ يعني توصيات لهم؟ اللي سمعوا في هالملتقى كافي لهم. يعني إذا نقل إن شاء الله ونقلوه صاروا سفر ونقل هالشيء هذا، شو الآن الرش بالكبريت، الرش بالمبيدات الآمنة، الخدمة الجيدة والري الجيد، وأيضا اتباع الوسائل الحديثة في الإنتاج من تدقيق وغيره وغيره كما سمعنا، إن شاء الله يرتقي المزارع إلى إنتاج جيد ومجدي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي يعني ما تقول نواة لإعطاء المزارع بعض المعلومات لخدمات النخيل ما بعد الحصاد. طيب حنا في نهاية هذا اللقاء يا أبو وليد حنا نشكرك على سعة صدرك وعلى ضيافتك وعلى ترحيبك وابتسامتك الله يحفظك. هل في شيء تضيفه يا أبو وليد قبل نختم الله يطول عمرك؟ لا شكر على واجب، وهذا حقيقي واجبنا، واجب العلم يبقى زكاة، وهذا يعتبرها من زكاة العلم. احنا مستعدين وناذرين أنفسنا لخدمة المزارع بما نعرفه، وبما المرشد الزراعي ما هو إلا أداة ينقل المعلومة من الباحثين ومن المهتمين بالزراعة ومن المهندسين إلى المزارعين المبتدئين، وننقل أيضا من المزارعين أصحاب الخبر إلى المزارعين المبتدئين، في النهاية أساس نحصل في النهاية إلى مثلا تقنية حديثة وإنتاج جيد ومربح للمزارع بإذن الله. نشكرك أبو وليد ونستودعك الله. حياك الله. السلام عليكم، في أمان. الله يجزاك خير وشكرا.